السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا ملعب نيلسون مانديلا، وهذه يعني سويعات قليلة قبل بداية المقابلة الودية اللي سوف تجرى أمام فريق غانا. والملاحظة هو أنه تم يعني تجريب اللوحات الإشهارية، وهنا نشاهد في الصور بعض اللقطات من هذه اللوحات الإشهارية. واليوم حبيت بالمناسبة نتكلم على واحد الموضوع تاع هذه المقاعد، أماكن اللي ما يقدرش الإنسان يشوف يعني كل الملعب. هذه والله أمر محزن، ويعني غلطات في التصميم. المهم هو أنه كان من الأشدر يعني المسؤولين على يعني الملعب هذا كانوا ما يديروش مقاعد في هذه الأماكن، كانت ما يديروش فيها مقاعد. حتى ولو خسرنا بعض المقاعد، يعني حوالي 1000 مقعد تم يعني راح خسارة، لابد نحيو لي سياج، ما نديروهمش مقاعد، ما نعطوهمش، ما نبيعوش ليبيين الناس تجي تقعد في هذيك المقاعد. كان ممكن هذه الفضاءات تخصص لأشياء أخرى، يعني مش للجمهور، باش ما تبقاش الهضرة. هي هاد يعني الأخطاء هذه موجودة يعني في كل ملاعب العالم، لكن كان من الأجدر أن لا يعني تحط يعني مقاعد في هذيك الأماكن. المهم ما نخسروش العرس هذايا، وهذا يعني التحفة العالمية. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.